بسم الله الرحمن الرحيم. صباح هذا اليوم تم الإعلان عن دبلوم استشراف المستقبل لسيدات الأعمال، ومن هذا المكان ندعو السيدات الراغبات في التسجيل في هذا البرنامج بدءا من اليوم يسجلون في مجلس سيدات أعمال أجبان، وأيضا في مؤسسة استشراف المستقبل. إن شاء الله سيتم الإعلان من الأرقام التواصل في للتسجيل في هذا البرنامج. أتمنى حقيقة لسيدات الأعمال أو اللي بيدخلون مشاريع جديدة أنهم يسجلون في هذا البرنامج، لأن البرنامج فعلا عنده رؤية مستقبلية ويستشرف المستقبل لتكون المرأة قادرة على العمل في مشاريعها بقوة وبنجاح، وفي نفس الوقت يكون هذا المشروع أو مشروعها يكون بإذن الله تعالى من المشاريع اللي تستطيع أن تنافس في سوق العمل في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات.